إن شاء الله هنستكمل مع بعض سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكنا في المرة السابقة تكلمنا عن فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف أنه كان يسارع في الخيرات وفعل الطاعات، حتى أنه ينادى عليه يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. وبرضه من دلائل مسابقته إلى الخير رضي الله عنه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه بيسألهم: مين اللي أصبح النهارده صائم؟ مين اللي تصدق على مسكين؟ مين اللي تبع جنازة؟ مين اللي عاد مريض؟ فكان أبو بكر الصديق مسابق إلى هذه الخيرات، فقال: أنا يا رسول الله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمور الأربعة دول لو اجتمعوا لواحد في يوم من الأيام وعملهم مخلص لله سبحانه وتعالى دخل الجنة. الأربع أمور دول إذا اجتمعوا كانوا سبب في في دخوله الجنة. برضو من مواقفه رضي الله عنه يوم الإسراء والمعراج، عارفين طبعا قصة الإسراء والمعراج، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها المشركين فتعجبوا وذهبوا مسرعين إلى أبو بكر وأرادوا أنهم يتخذوها فرصة يوقعوا بين أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أكيد أن أبو بكر مش هيصدق الكلام ده. فطلعوا مسرعين على أبو بكر وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه أتى إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق. تصديق مطلق، يسلم أمره لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان قد قال فقد صدق، أصدقه في أمر السماء، أفلا أصدقه فيما هو دون ذلك؟ يعني عشان كده سميه أبو بكر الصديق، كان دايما مش بيصدق، مش صادق، لا صديق، يعني صيغة مبالغة في الصدق، بيصدق أي شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ما سمعوش منه مباشرة. يعني لو قالوا له بس ده النبي بيقول كذا، لو فعلا الكلام ده صحيح يبقى هو صادق، فسميه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واحنا نلاقي العكس بقى، نلاقي عندنا احنا هنا العكس، لما يجي واحد يقول له ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، يقول له ده يبقى سنه، فمش مشكله، يبقى الحديث وجاله الحديث واضح وصحيح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الناس شهدوا انه حديث صحيح، ويقول لا ما فلان قال راي ثاني، او عالم من العلماء قال راي ثاني، او شيخ من المشايخ قال راي ثاني، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ويسمعه وهو يعترض عليه. أبو بكر الصديق يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يصدقه حتى ولو لم يسمعه. برضو من أعظم مواقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلة الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة فخرجوا جميعا، وكان أبو بكر كلما أراد أن يستأذن للخروج يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عسى الله أن يجعل لك صاحبا، فكان بيخليه يستنى ما يطلعش دلوقتي، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في الهجرة. فذهب إلى أبو بكر وقال أمر أنه يستعد للخروج، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. بشره أنه رفيقه في هذه الرحلة. وطبعا الرفيق في الرحلة
مش اي حد يعني. لما واحد طالع ايه مسافر، وخصوصا ان ايه سفر زي هذا الامر على سريه تامه ومحاط بايه مجموعه من المشاكل ومعرضين في القتل، فمش هيختار اي حد ان يطلع معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر ان ياخد واحد ايه من الصحابه اقوياء زي مثلا عمر او حمزه، واحد بحيث ان هو ايه يدافع عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار واحد فعلا تنطبق عليه شروط الصحبه، ان يكون صاحب امين في هذه الرحله. ففعلا ابو بكر الصديق لم يخيب ظن النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم راح له وخلاص وابلغه بان الله سبحانه وتعالى اذن له بالخروج، لقى ابو بكر محضر كل حاجه، مجهز عنده ايه ناقتين اللي هم الراحله اللي هيركبوها ومجهزهم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذها بايه بالثمن، ان هو هيشتريها. فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. لقينا في الرحله دي ابو بكر مجند كل امواله واهله ونفسه وكل ما يملك لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه خلى ايه مجهز طبعا الراحله وعلفها واكلها وشربها والايه والزاد زاد الرحله بتاعتهم كله تمام. ثاني حاجه جاب ايه ابنه كان يخرج الى قريش بالنهار يجيب الاخبار ويعود اليهم ايه في الغار بالليل ينقل له اخبار المشركين، يقول لهم ايه بدور عليكم في الحته الفلانيه، ده خرجوا في الحته الفلانيه، ده عاملين مكافاه 100 ناقه، ويقعد ينقل ايه اخبار المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر مولاه مولى ابو بكر اسمه عامر ابن ابي فهيره كان يخرج يرعى الايه الغنم فيداري بها اثار ايه اقدامهم، وياتي اليهم بالليل فيحلبوا منها وياكلوا ويشربوا، ويرجع تاني برضه بايه بالغنم يمحو اثار عبد الله بن ايه ابو بكر اللي هو كان ايه راح نقل لهم الاخبار. بنته اسماء كانت تذهب اليهم بايه بالطعام، على الرغم من انها كانت في شهور الحمل، يعني بمجرد انها هاجرت الى المدينه ولدت اول مولود ولد في المدينه اللي هو مين؟ عبد الله بن الزبير اللي هو ابن اسماء بنت ابو بكر. فكانت حامل في ايه في يعني في اخرها، كانت تشيل الطعام وتربطه وتشيله على ايه ظهرها وتمشي بيه في الصحراء الى ان تذهب الى ايه الغار وتاتي بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. سخر كل ايه كل امكانياته وكل عيلته وكل اهله لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه في الرحله كان في الطريق اذا سار مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صار يسير ايه امامه وطار من خلفه، فساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذكر الايه الرصد ان هم يكونوا قاعدين لنا في الطريق فاسير ايه امامك، واذكر الطلب ان يكونوا باعتين ناس من ورانا فاسيروا ايه خلفك، يعني انا خايف عليك. يعني كان نفسه يقتل نفسه نصين ويمشي نص قدام ونص ورا عشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحب قد ايه، عشان كده استحق فعلا ان يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله. الناس فعلا اختاروا واحد فعلا تنطبق عليه شروط هذه الايه الصحبه. لما وصلوا للغار، والقصه دي برضو ايه يعني فيها ضعفها بعض العلماء ولكن صححها علماء اخرون، ان لما دخل الغار ونظف الغار قبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسد الايه الشروخ اللي فيه ما عدا شرخ سده برجله، فلدغه ايه عقرب وهو جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم واضع راسه في حجر ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ففضل ماسك نفسه. تخيلوا انتوا بقى لو واحد ده احنا بيبقى مثلا قاعد بايه لو هو قاعد كده عدى صرصار هتلاقيه اتنطر، ما بالنا بقى ايه ده لدغه عقرب فوجع شديد، ولكن مسك نفسه ان هو كره ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من شده الالم ما قدرش يمسك نفسه ان هو بكى، فسقط الدموع على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فصحى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني دعا له او تفل له فيها فايه فشفاه الله عز وجل. برضه من مظاهر صحبته في هذه الرحله انه خرج ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بلبن، فوجد غلام يرعى غنم فايه استاذن منه ان هو هيحلب للنبي صلى الله عليه وسلم في قطح. فجاء الاول ايه غسل درع الايه الشاة عشان ما ينزلش فيها اي تراب قذورات اثناء الحلب، غسلها وايه وحط عليها كمان قماشه فيها ايه ميه بارده بحيث انه يبرد اللبن وهو بيحلبه، وبعدين حلبه للنبي صلى الله عليه وسلم وسابه لحد ما ايه برد، وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى
الكلمة اللي قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال إيه؟ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيشرب، لكن أبو بكر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب لحد كأن أنا اللي شبعت من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق فعلا أن يكون إيه؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، هذه الرحلة العظيمة إلى أن وصل إلى المدينة المنورة. برضو من مظاهر شجاعة بقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان من أشجع الصحابة، يعني مش عشان إحنا مثلا ما سمعنالوش أن قتل فلان ولا في المعركة فلان وكذا، لكنه برضو كان من أشجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي اللي إحنا عارفين ده من برضو من إيه؟ من أشجع الفرسان، هو نفسه بيشهد بهذا لأبو بكر الصديق، بيقول إيه سيدنا علي رضي الله عنه؟ يقول أشجع الناس أبو بكر. شهادة للمين؟ من سيدنا علي. وهنلاقي سبحان الله في معظم سيرة أبو بكر الصديق نلاقي إن معظم الكلام فيها سيدنا علي يمدح أبو بكر الصديق. دايما بإيه؟ بيذكره ويمدحه إن هو فعلا يستحق الخلافة، وإن هو يستحق أن يكون إيه؟ يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عكس ما بيقول الشيعة اللي بيقولوا إن سيدنا علي هو أولى بإيه؟ بالخلافة. علي نفسه يشهد بإيه؟ بفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فبيقول أشجع الناس أبو بكر. ليه بقى؟ إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، عملوا خيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يتابع فيها إيه؟ المعركة. ثم قلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقوى إليه أحد من المشركين، مين الفدائي ده اللي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحميه؟ فطبعا عايزين يختاروا واحد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون واحد إيه؟ قوي، واحد شجاع، واحد مقدام، واحد يفدي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فاختاروا مين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا سيفه، قال أنا اللي إيه؟ أحمي النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يهوي إليه أحد إلا أهوى علي، إلا أهوي إليه، يعني أنا إيه؟ أي حد هيقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هقتله بإيه؟ بهذا السيف. فكان أشجع الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. برضه في غزوة بدر بيقول إيه؟ ابنه عبد الرحمن بن أبو بكر كان في غزوة بدر من المشركين، فبعد ما أسلم قال له إن أنا شفتك في إيه؟ في الغزوة. بيقول لأبوه بقى ده أنا شفتك وأنت مع المسلمين، وكل ما كنت بشوفك أبعد عنك مش عايز أقتلك. فأبو بكر بيقول له إيه؟ والله لو كنت رأيتك لإيه؟ لقتلتك، يعني أنا لو شفتك بقى أنا كنت هقتلك. يقتل ابنه لأنه مشرك في إيه؟ في سبيل نصر دين الله عز وجل. يقتل ابنه في نصر دين الله عز وجل. وإحنا للأسف برضه العكس، إحنا بنتكلم الكلام ده عشان نشوف الواقع اللي إحنا فيه. يبقى الواحد ده هيضحي بابنه عشان خاطر دين الله عز وجل، احنا لا العكس، ان الواحد يضحي بدين الله عز وجل عشان خاطر عياله. صح؟ تلاقي ليه الواد ما بيصليش، بيروح يلعب في الشارع مع الله اعلم فين، مش اهم حاجه بس ان هو ياكل ويشرب ويروح المدرسه والدرس وخلاص، لا يساله صلى ما صلاش، حفظ قرا اتعلم استفاد. لا، الواحد مننا همه ان ياكلهم ويشربهم وبس، ده ابنه مستعد ان يقتله، ولكن اهم حاجه عنده دين الله عز وجل. واحنا ممكن نفرط في الدين ونفرط في الصلاه ونفرط في اي حاجه، واهم حاجه العيال ياكلوا ايه ويشربوا. برضو من مواقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يقف عند كتاب الله عز وجل، لما يسمع ايه بتامر بامر او تنهى عن ايه عن نهي كان يستجيب لامر الله عز وجل. ومن اعظم هذه المواقف في حادثة الإفك، حادثة الإفك اللي هم اتهموا فيها ايه السيدة عائشة رضي الله عنها، وقالوا في عرضها ما قالوا. السيدة عائشة دي مين؟ بنت ابو بكر. فاكثر واحد اتأذى بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الايه الحادثة هو ابو بكر الصديق. حاجة مصيبة كبيرة ان الواحد يعني يتهم في عرضه، يتهم في بنته. ده لو واحد فينا حصل حاجه زي كده مش هيطيق ان هو يعني يسمع الكلام ده بودانه، ولا يسمع حد يقول كده على بنته. فابو بكر الصديق ابتلي في ايه؟ في هذه المحنه ابتلاء شديدا يكاد يكون زي ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنه. فكان من ضمن الذين تكلموا في هذا الامر
واحد من اقارب ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه ايه؟ مصطح ابن أسافة. ده كان من فقراء من عيله ابو بكر، وكان ابو بكر الصديق بيتصدق عليه. فلما سمع ان دوت بيتكلم مع اللي بيتكلمه كمان، يعني انا بديله وبصرف عليه وبديله مرتب شهري، ورغم من كده بيعيد في بنتي وبيقول عليها مع المنافقين وبيقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه، فاقسم ابو بكر ان هو ايه؟ يمنع عنه النفقه، مش مديله فلوس تاني. ده ابسط حاجه ممكن يعملها. ده كان ممكن يروح يضربه، كان ممكن يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يعمل حاجات كتير، بس هو عمل حاجه بسيطه، قال ان انا مش هديله الفضل اللي انا كنت بديهوله، انا ما حدش اجبرني ان انا اديله اصلا، ده انا بديله صدقه، فمش هديها له. فعاتبه الله عز وجل، قال تعالى: ولا يأتلي، يعني ولا يقسم، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سمعها أبو بكر فأسرع وقال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. أنا فعلا عايز، ربنا بيقول له: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لو عايز ربنا يغفر لك رجع نفقتك اللي كنت بتنفق عليه. فقال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفقها عليه وقال: والله لا ينزع لا أنزعها منه أبدا. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية في كتاب الله عز وجل، فقال: أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله؟ يعني بيسألوه معنى الآية دي إيه؟ فقال لهم: أنا مين إن أنا أفتي وأقول إن الآية دي معناها كذا؟ وإحنا نلاقي كده إيه؟ كل من هب ودب إيه؟ بيفتي ويقول دي معناها إيه؟ يمكن معناها كذا، هيأ لي إن معناها كذا، وتلاقي كل واحد إيه؟ بيقول برأيه، كل واحد بيقول بمزاجه. هو أبو بكر بيقول: من أنا؟ أي أرض تقلني؟ يعني أي أرض أمشي عليها وأي سماء تظلني إذا أنا قلت بغير ما أراد الله عز وجل؟ أنا مين عشان إيه؟ عشان أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أقصد من الآية دي كذا، لا مش قصد كذا. لما تيجي تقول له ده الآية واضحة، ربنا بيقول، يقول لك: لا يمكن قصده كذا، ولا يمكن نزلت في حد تاني، ولا تفسيرها مش كده، وتلاقيه بيعترض، يبقى الأمر واضح والنص واضح، يقول لك يمكن مش أنا، يمكن مش هو ده الكلام، يمكن حاجة تانية. ويدور على ايه؟ على اي راي تاني او على اي ايه تفسير تاني يمشي على هواه هو. برضه من افضل مواقف ابو بكر، عشان مني اخر موقف، موقفه يوم صلح الحديبيه. يوم صلح الحديبيه ده احنا اتكلمنا عنه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يذهب الى ايه مكه ليعتمر، فمنعه المشركين، فعملوا بقى ايه مفاوضات، المشركين ارسلوا من يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على العودة، فعملوا شروط وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ان يرجعوا ما يعتمروش السنة دي، يجوا السنة اللي جاية يقعدوا في مكة 3 أيام بس ويرجعوا، يعملوا هدنة 10 سنين، ان من اسلم من اهل مكة وذهب الى المدينة يردوه، ومن ارتد من المدينة وراح مكة يقبلوه. فظاهر الشروط دي كلها انها مش في صف المسلمين، ولكنها حقيقة الأمر هي خير للمسلمين. فأكثر المسلمين اعترضوا، وأكثر واحد اعترض منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدانية في ديننا؟ ليه نتنازل؟ احنا نروح ونحاربهم ونخش مكة دلوقتي، ليه نتنازل؟ فلما نعطي الدانية في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يعني اللي أنا عملته ده يا عمر وحي من ربنا، وربنا هينصرني أنا متأكد من كده. فقال عمر: يا رسول الله، أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ ده مش قلت لنا إن إحنا هنروح نعمل عمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدثتك أن نأتيه هذا العام؟ يعني أنا قلت لك السنة دي؟ قال: لا. قال: فإنك ستأتيه وتطوف به، يعني برضه هيجي لك يوم وهتروح ايه؟ مكة، وهتعتمر وهتحج كمان. فرجع سيدنا عمر إلى أبو بكر، برضه هو مش مقتنع، عايز ايه؟ حد يأثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبو بكر،
فقال له نفس الكلام، قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ نفس الأسئلة اللي سألها للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الردود اللي رضاها النبي صلى الله عليه وسلم بيرضاها أبو بكر. زي ما قلنا كده، كان أشبه الناس في حياته وفي أفعاله وتصرفاته بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو ما سمعش النبي قال إيه، ولكن رد نفس الردود. فقال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال إيه أبو بكر، يا عمر إنه رسول الله وإنه لا يعصيه وإن الله سينصره. نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أليس حدثنا أن سنأتي البيت نطوف به؟ قال هل أخبرك أنك ستأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك ستأتيه وتطوف به. نفس الكلمات بالنص اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي قالها مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وده من شدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ربنا سبحانه وتعالى يلهمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ليسير عليه. والمرة الجاية نقول إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.